بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني حالة روحية تعيشها مع الله، تتذوق فيها حلاوة القرب من الله من خلال انك تذكر ربنا كل يوم. فكرة اللي احنا بنقدمه هنا ان احنا بنتدرب سوا، تعالوا نذكر مع بعض كل يوم تلت ساعة 20 دقيقة، مش كتير، بس تتذوق فيها معاني من القرب من الله. اسرع عبادة تدخلك على الله تغير حياتك كلها، والله تغير حياتك كلها، مش بس عبادتك، تغير حياتك، تخليك أهدأ، أكثر هدوءاً، أكثر انسجاماً مع نفسك، شخصية هادية، شخصية مش منفعلة، لأن الذكر بيظبط كل حياتك. الحقيقة الذكر اللي هنعيش معاه النهاردة حاجة مختلفة. من أجمل أنواع الذكر إنك تذكر ربنا بأسمائه الحسنى. إزاي يعني؟ يعني أنت تخيل كده السبحة مثلاً 100 واحدة، فتخيل إن 33 كل 33 اسم من أسماء الله الحسنى. إزاي يعني أذكره بيها؟ تمسك السبحة وتقول يا كريم أكرمني، يا كريم أكرمني، يا كريم أكرمني. آه، ده أنت بتتكلم عن كرم الله. وبعدين تقول يا غني يغنني، يا غني يغنني، يا غني يغنني. أنت محتاج، بعدين عندك مشكلة، عندك حد مريض، يا شافي اشفي ابني، يا شافي اشفي ابني، يا شافي اشفي ابني، وهكذا. يا ستار استرني، يا ستار استرني، يا نور نور صدري، يا نور نور حياتي. يا سلام، يا رحيم ارحمني، يا رحيم ارحمني. اعظم شيء يا جماعة النبي علمه لنا انك تذكر ربنا باسمه الاعظم. والنبي قال لك إذا من دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إيه هو اسم الله الأعظم؟ جت حديث كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ مختلفة عن اسم الله الأعظم. فمرة تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، يلاقي واحد بيدعي بيقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالنبي يقول له لقد دعوت باسم الله الأعظم. ياه. مرة يلاقي النبي واحد تاني بيدعي بيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم قايل له لقد دعوت باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حديث ثالث، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالنبي يقول له هذا اسم الله الأعظم. أنه اسم؟ ما كلهم أحاديث صحيحة، يعني يا رسول الله ده ولا ده ولا ده، والعجيب أن كلها صحيحة، إزاي يكونوا كلهم وهو اسم واحد؟ الحقيقة يا جماعة أن اسم الله الأعظم أجمل ما قرأت وسمعت من العلماء. يقولك إيه؟ اسم الله الأعظم ما وافق احتياجاتك في الحياة. ليه؟ لأن إحساسك بيه هيكون عالي جدا، هتحس أنه هو الاسم الأعظم وانت بتقوله، لأنك حاسس قوي ابنك عيان، فانت أكتر اسم انت عايش بيه الاسم الأعظم في إحساسك الآن يا شافي. انت خايف وعندك هم كبير، يا حي يا قيوم. انت مشتاق لمحبة الله، نفسك تحس بالقرب منه في رمضان، يا ودود أسألك ودك، يا ودود أسألك حبك. حلقة النهاردة هنختار حاجة احنا كلنا محتاجينها، الرزق وسعة الرزق وعطاء الله وسد الديون. طب ايه ندعي بايه ونعيش الليله دي بايه واحنا بنسبح وبنذكر ربنا باربع اسامي من اسمائه الحسنى لها علاقه بموضوع الرزق؟ تيجوا نذكر ونقول يا رزاق ارزقني، يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، يا غني اغنني، يا واسع وسع علي. اربع اسماء من اسماء الله الحسنى، الرزاق، الكريم، الغني، الواسع. تيجوا نعيش مع هذا الذكر. ويا سلام كده لو انت كل يوم في رمضان قبل الفطار او قبل الفجر تعيش تذكر باسماء الله الحسنى.
يلا يا جماعة نبدأ الذكر مع بعض. يا رزاق ارزقنا، يا رزاق ارزقنا، يا رزاق ارزقنا، يا كريم أكرمنا، يا غني أغننا، يا واسع وسع علينا، يا رزاق ارزقنا، يا غني أغننا، يا كريم أكرمنا، يا واسع وسع علينا. الكون يشهد، الكون يشهد، الكون يشهد أنك الله المصور والأحد الواحد 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 الخلاق إحساس عجيب يا جماعة لما تجلس مع نفسك بتردد بتوسل إلى الله من كل قلبك اسم من أسماء الحسنى وتطلب أمنية. والله يا جماعة يقول عبد الله بن عمر: ما من عبد يلح على الله في الدعاء بأسمائه الحسنى إلا وأكرمه الله بعطائه. والله عن تجربة هذا حدث معي، ما ألحيت على الله باسم من أسمائه وقعدت تلت ساعة عمال أسبحه بهذا الاسم. جربوها يا جماعة، جربوها، لها حلاوة في القلب عجيبة، تدخلك على الله وكأنك ترى أسماء الله الحسنى أمامك في السماء، وكأن الله يقول لك: لبيك عبدي. تصدقوا إلى هذه الدرجة؟ كأن الله يناديك: لبيك عبدي، أصلك بتسأله بأسماء الحسنى بحب بثقة. يلا يا جماعة عيشوا، عيشوا بهذا المعنى واطلبوا الله من فضله وعطائه ورزقه. يا واسع وسع علينا، يا رزاق ارزقنا، يا رزاق ارزقنا، يا غني أغننا، يا كريم أكرمنا، يا واسع وسع علينا، يا رزاق ارزقنا، يا غني أغننا، يا كريم أكرمنا، يا واسع وسع علينا، يا رزاق ارزقنا، يا كريم أكرمنا، يا غني أغننا، يا واسع وسع علينا، يا نرجوك فضلا ورزقا. فالعبد يسعى ويشقى، والله ملء النوايا. يا الذكر حالة روحية جميلة لا تستغنى عنها في رمضان. حرام يفوت منك رمضان السنة دي من غير ما تعيش مع ربنا كل يوم تلت ساعة. على فكرة بعد شوية هتبقى مستنيها.
على فكرة بعد شوية هتبقى خايف تعصي ربنا يا حسن، يحرمك من التلت ساعة بتاعت الذكر، هيبقى المعصية تكلفتها عالية، تكلفتها انك ممكن تحرم. سأل عبد من عباد الله: يا رب عصيتك ولم تعاقبني. فرأى رؤيا في المنام: بلى قد عاقبك الله وأنت لا تدري، ألم يحرمك من لذة مناجاته؟ مش حرمك من حلاوة الذكر؟ يا سلام يا جماعة، بعد شوية هتبقى مستني وقت الذكر، بعد شوية هتقولي تلت ساعة قليل، أنا عايز تلت ساعة قبل الفطار وتلت ساعة قبل الفجر. يا جماعة، بدأتوا تتذوقوا حلاوة الإيمان وحلاوة ذكر الله؟ اللي بدأ يتذوق يبعت لنا ويقول لنا الذكر عمل في قلبه إيه، لأن أنا متأكد إن التجارب كلها بتقول نفس الأشياء: طمأنينة، سعادة، هدوء، قرب، محبة، أنوار، أشواق، إشراقات في القلب. عيشوا بذكر الله وأملوا في رزق واسع بذكر النهاردة. نكمل بعد ذكر الله: يا رزاق ارزقنا، يا كريم أكرمنا، يا غني اغننا، يا واسع وسع علينا. يا رزاق ارزقنا، يا غني أغننا، يا كريم أكرمنا، يا واسع وسع علينا. يا رزاق ارزقنا، يا غني أغننا، يا كريم أكرمنا، يا واسع وسع علينا. يا رزاق ارزقنا، يا كريم أكرمنا، يا غني أغننا، يا واسع وسع علينا. يا رزاق ارزقنا، يا كريم أكرمنا، يا غني أغننا، يا واسع وسع علينا.